كده ها خبيش البتاع، يلا بسرعة البتاع عليه عفريت. هنتكلم على تيومر اوف ذا سكين. تيومر اوف ذا سكين زي ما بقول لكم ده تلت منهج، بس بالراحة كده ان شاء الله ان شاء الله نقدر نقعد مع بعض شوية حلوين لو ما قفلش علينا النت. تيومر اوف ذا سكين عليكم ايه؟ ابيديرمال تيومر، ابيديرمال تيومر، والابيديرمال تيومر دي كلها طالعه من الابيديرمس. انزل تاني تحت في الديرمس عندك لافاسكولار تيومر، لافايبرس تيومر، وكل دول كده. وبعدين الاهم من كده وكده عندك بريكانسرس تيومر، وعندنا كارسينوما، وعندنا لينفوما، تي سيل لينفوما وبي سيل لينفوما. ده الشكل العام بتاع اللي احنا داخلين فيه. ماشي نتقل العيار شويه، ضروري نتقل. الابيديرمال تيومر لما يكون فيه هايبر بليزيا، يعني مفيش تيومر. ايه الكلام اللي انا عمال اقوله ده؟ كلام مهم جدا جدا جدا. يبقى في شويه ديفينيشن هتلاقوهم في اول الكتاب هنا، واول الديفينيشن دي يمكن اهم حاجه. عندنا هايبر بليزيا اكسسيف فولي ديفرنشيتد كومبوننت، يعني انكريز نمبر اوف نورمال سيل. هايبر بليزيا اديني مثال واكتب ورايا. نيفاس على راي استاذنا الدكتور صالح الشيمي زمان كان يقول ايه؟ When used alone it is a tumor composed of nevus cell. يعني عشان كده نقول ايه؟ nevocellular nevus، melanocytic nevus. يبقى نقول تاني لما انا اقول كلمة nevus لوحدها تعني ان انا بقول ده nevocellular nevus، اللي هي nevus cells composed of nevocellular nevus، يعني composed of nevus cell. فدي اسمها مثلا pigmented nevus. لكن nevus زائد qualifying adjective تساوي sensibles. يا سلام، والله هو باللغة الانجليزية كده. يبقى هنقول تاني لما انا اقول nevus لوحدها ده tumor composed of nevus cells. اتنين nevus زائد adjective حاجة sensibles. اديني مثال، يلا ورايا بقى ادونا مثال. انا هقول لكم واحدة وانت تقولوا ستة اللي هي ايه؟ nevus sebaceous دي sensibles، nevus comedonicus، nevus verrucosa، nevus flammus، كل دول sensibles. ماشي ولا مش ماشي؟ ماشي. هامرتوما يعني ايه؟ بصوا الدنيا بقى، الهامرتوما ده تيومر لايك ليجن، مش تيومر، وده مهم قوي. ما هياش نيوبلاستيك، نون نيوبلاستيك، تيشو نورمال اوف ذا فور ذا بادي بات ابنورمال فور ذا سايت، يعني جاي في حته مختلفه. ازاي؟ مثلا نيفويد في البدا، هقول لكم زي الايه؟ ابيديرمال نيفاس. ابيديرمال نيفاس ده جاي في حته فوق الجلد، لكن ده مش تيومر. يبقى نورمال تيشو زي الابيديرمس جايه ان ابنورمال سايت. ماشي. الكارسينوما ان سايتو انا بلاستيك سيلز لكن لوكالايزد في جوه الابيديرمس. ماشي. كارسينوما حصل مالجنانت ديجنريشن، وحصل اهم حاجه كده ان دي انفيدنج ذا ديرمس، انفيدنج ذا ديرمس. التقسيمه بتاعه التيومر اللي بتطلع من الابيديرمس يا اما بناين، يا اما بري كانسرس، يا اما كارسينوما. يا سلام على الكلام الحلو اللي انا هقوله لكم ده. بناين نيفر تيرن مالجنانسي ولا ميتاستيز ولا لها اي علاقه. بري كانسرس اللي احنا بنسميها انسايتو هسالك فيها بنسبه كام في الميه تقلب لكارسينوما، والكارسينوما في الاخر ودي مهمه قوي تقلب في الاخر لا باجيت ديزيز لا سكويما.
جاب تاني. طيب ماشي، يبقى هقول تاني الحتة دي، ما متأسف الوايرلس وحش قوي، انما تيومر اوف ذا سيرفيس ابيديرمس لا بيناين لا بري كانسرس لا مالجنانس. المالجنسي يعني ايه مالجنس؟ ان هيحصل ميتاستس، عمل انفيجن للديرمس وابتدى ينقل كل حاجة. هنقول تاني واحد اتنين تلاتة بيناين، اهمهم سيبوريك كيراتوزز. السيبوريك كيراتوزز والكيراتو اكانسوما واحنا ماشيين للاخر هما ستة، لكن البري كانسرس خمسة. خمسة اوعى تنساهم الخمسة دول، البري كانسرس دول ضروري اسالك اول ما تقولهم لي هقول لك ايه بكام في المية يقلب مالجنسي، كام في المية يقلب مالجنسي. زي ايه؟ عندنا سولار كيراتوز، عندنا بري كانسرس لوكوبليكيا، عندنا الاورال فلوريد بابيلوماتوزس، عندنا الباونز ديزيز، وعندنا الاريثروبريزيا اوف كيرات. يبقى خمسة بري كانسرس تقلب لإيه؟ يبقى عندنا اتنين كارسينوما باجيت ديزيز، واللي أهم منها سكويماس سيل كارسينوما. يا سلام على اللي هنقوله تاني تاني، عشان أنا أحب أعيد كتير خالص خالص خالص. ديفينيشنز، تبتدي تعرف الديفينيشن. هايبر بليزيا ده اكسسيف فورميشن اوف ذا سيم تايب اوف سيلز، ليجن كومبوز اوف اكسس اوف فولي differentiated component increase in the number of the normal cells hyperplasia. nevus لوحدها يبقى composed of nevus cells. تاني nevus زائد adjective sensibles. يا سلام. هامرتوما ليس لها علاقة، it is a tumor like لكن مش tumor، انما موجودة في حتة غلط، ودي حتى epidermal nevus وهنتكلم عليها كتير. والاهم من كده وكده وكده، انا عندي يوم الاثنين يا جماعة الساعة 8 وربع الصبح تبع الجمعية المصرية اول مراجعات، هروح اراجع ده كل اللي انا قلته من ساعة ما ابتديت، يعني الانفكشن والهير والكلام ده كله، عندي ساعتين هبتدي اراجعهم بسرعة الساعة 8 ونص الصبح. ده الهامرتوما. وبعدين كارسينوما انسايتو انا بلاستيك سيلز لكن وزاوت انفيجن للديرمس. ماشي ماشي، نرجع تاني ونقول اوعى تنسى اللي انا هقوله لك. الدرس اللي احنا عندنا النهارده الدخله ديت منهج التيومرز كله عباره عن ايه؟ عن تيومر اوف ذا ايبيديرمس. تعالى بقى تيومر اوف ذا ايبيديرمس، لا بيناين never turn malignancy، لا بري كانسرس خمسة اوعى تنساهم. ايه اللي مهم فيهم؟ نسبة كم تقلب لمالجنسي. ماشي، زي ايه؟ واتنين مالجنسي ايه هما؟ للباجيت ديزيز والسكويماس سيل كارسينوم. ماشي، سولار كيراتوزز اول اهم واحدة في البناين كلهم، السيست واحدة منهم، ابيديرمال نيفاس. الله، ابيديرمال نيفاس، نيفاس زائد ادجكتيف تبقى مالها؟ سنسبيرس. حاضر يا باشا، اللي هقول لكم على اللي جاي ده مهم قوي 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 قوي. البري كانسرس سولار كيراتوز كم في الميه تنقل سكويماس سيل كارسينوما؟ كم في الميه تقلب لسكويماس سيل كارسينوما؟ اللي عارف يكتب 20%. اللوكوبليكيا كام في المية؟ احفظها بقى ايه، سيبك من الارقام اللي مكتوبة دي، نضرب كلها رقم واحد 10%. ماشي حالة 10% لسكويماس سيل كارسينوما. وبعدين الاورال فلوريد بابيلوماتوزس 10% تقلب، باونز ديزيز 10% برضو تقلب، والاريثروبليزيا اوف كيرات، اريثروبليزيا اوف كيرات 30% تقلب لمالجنسي. علشان كده، علشان كده لما هقول لك اكتر حاجه نسبتها عاليه في القلب للمالجنسي تقول لي ايه؟ اريثروبليزيا اوف كيرات، اريثروبليزيا اوف كيرات. وديت هنتكلم على الكلام ده بعد كده كتير قوي. نمسك اول حاجه ايه هي؟ سيبوريك كيراتوز.
بصوا هنا معايا بقى زي ما هنمشي مع بعض، هسألكوا شوية أسئلة، اللي يجاوب على دي له مني 200 جنيه نقط مش عارف ايه هو. Is an autosomal inherited disorder characterized by a number of different germline mutation of PTCH, the same gene that is found to be mutated in most of. يا سلام دي ودي، الله العظيم اللي يقولها لا يسيب لي عنوانه لاني هبعت له الفلوس، كلام جد 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 جد، او لما تشوفني يوم الاثنين اديك الفلوس، يوم الاثنين اللي جاي ادي الفلوس، دي مهمه قوي. What is the Morito-Ray syndrome؟ ده سؤال تاني. What is the high risk tumor؟ يعني يقلبه malignancy. وهنا في سؤال حلو جدا في الاورال ام دي، ايه هو؟ لما انا اقول لك ايه بري كانسرس تيومر وفي بري كانسرس درماتوزيس، لوبس فالجاريس از ا بري كانسرس تيومر از ا بري كانسرس درماتوزيس، الزيرو ديرما بيجمنتوزا از ا بري كانسرس برضه. لكن لما انا اقول لحضرتك بري كانسرس تيومرز هم خمسه، لا يمكن يزيدوا عن الخمسه، هما خمسة. بتهيألي الدنيا بس ابتدت تفهم شوية، يعني ربنا يسهل تكون فطرت ولا أكلت ولا ما عرفش عملت إيه. What is the inheritance of Sturge-Weber syndrome؟ يا سؤال صعب. نيجي التانية، What is the faces syndrome؟ وده أصعب وأصعب وأصعب كمان. نيجي بقى للي أنا هنا هنقول في حاجة اسمها جلوت بوزيتيف وجلوت نيجاتيف، اصعب شويتين شويه الحاجات دي، ام دي شويه ام دي شويه، بس ضروري لو انت ماجستا شاطر يبقى ماجستير هندلعه من هنا ورايح نقول ماجستا دبلو، يعني دبلو دبلومه يعني، انما لو انت دبلو شاطر وماجستا هتجاوب على دي. ام دي ده ضروري تجاوب لان ممكن تبتدي بيها وده مهم. ادي اول سندروم نقط سندروم اللي اسمه هيمانجيوما والثرومبوسايتوبينيا، اسمه ايه السندروم ده؟ ده سؤال برضه، جاوب عليه وفكر، اي هيمانجيوما والثرومبوسايتوبينيا. نرجع بقى مرجعنا ونيجي للكلام اللي مهم قوي، ده اللي انا قلته لكم. هعيد تاني، هامرتوما، هامرتوما يعني ايه؟ هامرتوما ضروري تفرقها بينها وبين الهايبربليزيا. هايبربليزيا للمرة الرابعة بذمتك تغلط فيها بعد كده مش هسلم عليك في الشارع. هايبربليزيا دي ليجن كومبوزد اوف اكسس اوف فولي ديفرنشيتد كومبوننت، يعني كلهم زي بعض كلهم زي بعض، لكن الليجنز كومبوزد اوف اكسسز اوف فولي ديفرنشيتد كومبوننت، ده مهم قوي 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 قوي. هامرتوما تيومر لايك ليجن نون نيوبلاستيك لكن كومبوز اوف تيشو نورمال فور ذا بودي اب نورمال فور ذا سايت ان ابروبري، ودي هنتكلم عليها تاني كتير خالص خالص. نيفاس او لوحدها تبقى كومبوز اوف نيفو سيلولار سيلز نيفاس سيلز، ودي زي النيفو سيلولار نيفاي. نيفا زائد ادجكتيف الصفة، يعني ايه الصفة؟ الله ما انا عارف انت عارف ولا لا يا ابني، الادجكتيف دي يعني ايه؟ انت بخدش انجليزي طبعا، يعني انت جاي كده سلبوتة زي ما بيقول. نيفا زائد ادجكتيف يعني الصفة، يعني ايه؟ احمد شاطر، احمد شاطر دي صفته، فلما هنقول نيفا زائد ادجكتيف ده بريزن سينس بيرس. اديني ست أمثلة مش حاسبهم، ست أمثلة ودي مهمة قوي 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 كمان. نيجي الماتيور ستراكتشر، ابيديرمال تيومر تلات أجزاء، بيناين ستة، بري كانسرس خمسة، واتنين كارسينوما. يا سلام عليك أبو العصر. البيناين سيبوري كيراتوزس، عايز كلمتين عليها دكتور عزر عشان انا مخي تخين قوي قوي قوي.
حاضر، ديت فوق 40 سنة يجي في الجسم كله ما عدا البالم والسول، شفتوا الكلام السهل قوي، فيروكا سيرفيس عليها ازيف ستاك اون ذا سيرفيس. يعني يعني انا لو عامله زي اللبانه والنبي يكتب جنبها كده زي لزقه اللبانه، ملزوقه زي اللبانه، نقول تاني سيبوريك كريتوسيس، ما عايز كلمتين احفظهم من هنا ورايح علشان انا عارف مستوى المخ، هبتدي اديكوا على كل حاجه كلمتين فقط، انا مش بهزر. سيبوريك كيراتوزيس فوق ال 40، يا سلام، تيجي في كل حته في الجسم ما عدا البالم والصور، وما ايه كمان ازيف انها ستاك اون ذا سيرفيس، تعمل لها كيوريت كده تقوم شايلها. والسيبوريك كيراتوزيس في منها نوع مالتيبل ايتشي، تبقى اسمها ايه؟ معاها مالجنانسي، تبقى معاها لسارترالي ساين، لسارترالي ساعتي باظت، والله انا يعني متضايق جدا جدا جدا، ساعتي بايظ باظت، بس ساعتي اي بي ما جاي من غير ساعه. الاي بي، اي بي دي حد يعرفها؟ ولا حد يعرفها، خليكم انتوا في سايكو بتاعتكم. المهم الاي بي دي ساعه غاليه شويه، غاليه ايه؟ ده غاليه جدا. ربنا يستر بقى ما تكونش عايزه مبلغ رهيب. انا عايز تخمين، كل واحد يقول لي الساعه الاي بي بكام بتاعت الدكتور عاصم، اللي يعرفها يكتب، اللي ما يعرفهاش ما كتبهاش. بقول تاني سيبوريك كيراتوزيس مالتيبل سيبارويك كيراتوزيس اتشي ليجن، تبقى على طول لزارت راري ساين، لسارت رالي ساين، ده وان اوف ذا ساين اوف انترنال مالجنسي، كوتينيوس مانيفستيشن اوف انترنال مالجنسي، ودي مهمه قوي. كلمه يا ابو العصم كيراتو اكانسوما، كيراتو اكانسوما عايزك تعرف فيها كلمه كيراتين فيلد كريتر، يعني عامله كده زي فوهه البركان، فوهت البركان. اللي عنده تلفزيون يشوف بالمره نانسي عجرم، عقبالي وعقبالكم، يا نهار يروح عليها وعلى جمالها، يلا ما حدش يقول لحد. كيراتو اكانسوما ده شوفون ده ولا ايه؟ مش كده؟ بص عامله ازاي؟ يا دهوي. طب طيب ادي كيراتو اكانسوما كيراتين فيلد كريتا سيلف ليميتد، تخف لوحدها. قول لي ثلاثه تيومرز يخفوا لوحدهم. اولهم اخدناهم اهو كيراتو اكانسوما، كيراتو اكانسوما ماشي يا باشا، وفي سوليتري وفي مالتيبل كيراتو اكانسوما. اديني كلمتين على الابيديرمال نيفس، فيروكاس ابيديرمال نيفس اتز هامرتوما، يعني اتز نوت تيوبر، محطوطه هنا كده بس تخليص حق، انما ايه هي مش تيومر. والهامرتوما دي نورمال تيشو لابنورمال، نورمال تيشو ان ابنورمال سايت، عشان كده بايزلي انها يعني هي عباره عن كيراتينو سايت جايه فوق الجلد مش في مكانها. فاهمين كلمه هامرتوما؟ السيست، السيست بقى ده مهمه، مالها السيست يا باشا؟ السيست دول كيوتينيوس سيست. السؤال الاورال ايه؟ الوول بتاع السيست ده يا دكتور عاصم، الوول ازاي تفرقوا بينها وما بين الفيزيكال؟ شفت السؤال؟ نقول تاني السؤال الاورال، الفرق في السيست بين ده وما بينها وما بين الفيزيكال، اللايننج هو الفرق، اللايننج هو الفرق. الكيوتينيوس سيست ده في منها كتير جدا، اهمهم الابيديرمويد سيست. الابيديرمويد سيست زي اللي عايزين نقول بقى كذا سندروم، اهمهم جاردنر سندروم. يا سلام، اللي هيقول لي ايه هو الجاردنر سندروم ده؟ عباره عن مالتيبل سيست بتيجي، ابيديرمويد سيست تيجي في السكالب، والمالتيبل ابيديرمويد سيست ده مالها؟ مالتيبل بيبقى معاها انترنال مانيفستيشن. ايه هي؟ اكتب يا باشا عشان انا افرح بيك. انترنال ده عباره عن بوليبوزس، انتستاينال بوليبوز، انتستاينال بوليبوزس. ده السؤال
لارج ولا سمول انتستين اللي بيجي فيها مع الجاردنر؟ السؤال الثاني، نسبة قد ايه المالجنسي؟ فيها نسبة قد ايه المالجنسي؟ وايه هي المانيفستيشن اوف جاردنر سيندروم؟ يبقى اكتب على الجنب كده جاردنر سيندروم، ودي مهمة. شوفوا بقى، ادي الاختصار، الاختصار اللي هو مفيش بعد اختصار. بري كانسرس ان سايتو سولار كيراتوزيس. انا بالمناسبة انا مسافر، يعني بعد اذنكم اللي مش موافق اكتب لي مش موافق، انا مسافر رايح يوم الايه، لا لسه بدري، يوم الخميس الجاي. يبقى انا خدوا بالكم جدولي الاثنين، هقول مراجعه في البتاع القومي للتدريب تبع الجمعيه المصريه الصبح بدري ساعتين، هنراجع ده كله. اثنين، يوم الاربع عندي محاضره في الجمعيه المصريه للامراض الجلديه، دي تلت ساعه. بعدين يوم الخميس اسافر الا لو انتم ما وافقتوش ليه، انما انا هسافر اقعد 3 ايام اعتقد رايح براغ، بس نشوف تريننج على مع جلديرما، يعني جلديرما ايه، مع الرجان. خلاص، قبل بقى سفريه امريكا نكون مخلصين ال كده نص المنهج ان شاء الله. نقول تاني البري كانسرس سولار كيراتوزيس نسبة 20% تقلب لسكويما سيل كارسينوم. لها تكة بقى هنا، ايه هي؟ بص الجاية التكة دي وادعولي عليها، ان السكويما سيل كارسينوما اللي بتطلع من السولار كيراتوزيس نيفر ايفر تبعت ميتاستس. دي بمليون جنيه اللي انا قلتها لك دي. يعني ايه؟ ما سولار كيراتوزيس او سينايل كيراتوزيس تبقى ممكن تقلب لسكويما سيل، ايوه ممكن، بس لوكالي مالجنان. طب ايه حاجات كمان لوكالي مالجنان؟ هنتكلم عليها بعد شوي. لوكوبليكيا، اللوكوبليكيا دي هي وايت في الميوكاس ميمبرين، لكن ديت كانوت بي راب اوف، يعني ما تعرفش تمسحها، في 10% يقلب لسكويما سيل كارسينوما. انما الحتة دي حابة اقول لكم عليها احتكة كده صغيرة. الباونز ديزيز ده اهم حاجة، شارب مارجينيشن في التيومر، شارب مارجينيشن كده. والباونز ديزيز ده الكلينيكالي كاركترايزد باي ويل ديفايند بات الريجولر، يا اشجيني يا دكتور عظم الله، ويل ديفايند بات الريجولار بوردر. يعني البوردر بتاع الباونز ديزيز از ويل ديفايند بات الريجولار كده اهو، ويل ديفايند بات الريجولار. الويل ديفايند بات الريجولار، ايه اذر بوردر تعرفه اذر ديزيزز كاركترايزد ويز ويل ديفايند بات الريجولار؟ وهيقول لكم فيها دي اخونا واستاذنا دكتور محمد البنهاوي كتير خالص خالص خالص. يبقى الباونز ديزيز اتس كارسينوما ان سايتو دي ويل ديفايند بات الريجولار. يعني هنا حته بقى ايه فلسفه مني، هو قال بات ليه؟ ليه ما قالش ويل ديفايند اند الريجولار؟ لانه عايز يعلمك بين السطور الخواجه. شوف الراجل خواجة متفائل منك ازاي وانت ضايع، بيبقى عايز يعلمك ان يا اخوانا كل الويل ديفايند از ريجولار بوردر اكسبت فيري فيو اوكيجن، عشان كده حط فيها بط. انت ضروري تستغرب تقول يا معقولة اي كلام انت طبعا، انما سكويما سيل كارسينوما والباجيت هما الاتنين الماليجنسي. خش على خش بقى على الكلينيكال عشان تتبسط مني. ادي اول واحد سيبوريك كيراتوزيس شاربلي ديفاين، خد بالك ولونها يجي براون تو بلاك سلايتلي ريزد ليجن از اف ستاك اون ذا سير، ده بزي اللبانه تشيلها. والمهم فيها في الروكا سيرفيس، بتحصل في كل حاجه ما عدا البالم والسول، عشان كده بنسيبها بالكيوريت اهي. بص يا باشا
ادي مالتيبل سيبوريك كيراتوز، مالتيبل سيبوريك كيراتوزز، وده مهمه الى اقصى درجه تتخيلوها. مالتيبل سيبوريك كيراتوزز، بص ازاي اللون بتاعها براونش وبلاك وكده، ازيف ستاك اون ذا سيرفس، ادي واحده وده مهمه جدا. مالتيبل سيبوريك كيراتوزز بيني وبينكم نو ديفرنشال دايجنوزز، هنا سهله. لكن انا هنا هترعب لاحسن يحصل هنا تبقى اتشي، ولو بقت اتشي هنا ومالتيبل وايرابتيف، ايرابتيف ديت اقلق قوي تكون ايه، تطلع لسارترالي ساين. What is the definition of eruptive lesion؟ ايه بقى الديفينيشن؟ eruptive lesion ده مهم. يعني ايه eruptive؟ لما انا هقول لك eruptive paraneoplastic syndrome يعني ايه؟ يعني بيظهر إيه فجأة انت بالنسبة لمخك. يعني ايه eruptive؟ يعني هتقول لي بسرعة كده يعني يا دكتور عاصم وتعمل لي بإيدك كده يا ابني. إرابتف يعني إيه؟ إرابتف يعني ضروري تظهر في مدة قد إيه؟ تظهر في مدة قد إيه؟ يعني يعني مثلا 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 أنا افتقرت بسرعة، بعد الشر عليكم، أنا افتقرت بسرعة. بسرعة يعني في قد إيه؟ يعني في قد إيه يعني مثلا؟ في 40 سنة؟ لا طب في يوم؟ لا طبعا. يبقى إرابتف ده الديفينيشن بتاعها في خلال قد ايه؟ ادي ده وادي المنظر ده مهم خالص خالص خالص. ادي الإرابتف ليجن وادي الإرابتف ليجن with very 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 few hours ولا days، مش hours، انما ديت هوريكم فيها المهم قوي السؤال ده. اي مالتيبل ليجنز اوف سيبوريك كيراتوز، مالتيبل سيبوريك كيراتوز، اجين مالتيبل سيبوريك كيراتوز، كل دول اهي مالتيبل سيبوريك كيراتوز. دي سنجل فيروكاس ليجن فوق ال 40 سنه، يبقى ملهاش حل بالكيوريت، تمسكها كده تطلع. لان انت لو رسمت البوردر هتلاقيها جايه على وان لاين. ادي السيبوريك كيراتوزز، بصوا ازاي مالت ديت سيبوريك كيراتوزز فيروكا سيرفيس، فيروكا سيرفيس مالتيبل سيبوريك كيراتوزز، اهي اهي دي بقى لسارترالي ساين. مالتيبل وبروريتيك وايرابتيف ليشن، ايرابتيف خدوا بالكم من الايرابتيف، اهي لسارترالي ساين، اهي اهي. يبقى كل دي ادي دي كانت لسارترالي ساين. دي حاجة اسمها ديرماتوزيس بابيلوزا نيجرا، دي بتيجي للجماعة السمر. طبعا كل اخواننا السودانيين هتلاقي عندهم ديرماتوزيس بابيلوزا نيجرا، اهي تيبيكال تيبيكال ديرماتوزيس بابيلوزا نيجرا. إيرابتيف بارا نيوبلاستيك سندروم، اخ يعني ايه بقى ايرابتيف ويعني ايه بارانيوبلاستيك؟ دول سؤال الاسئله، اربع حاجات اوعى توقعهم. ايرابتيف ضروري ويزن 6 مانس، ويزن 6 مانس معاها انترنال مالجنس، يبقى الايرابتيف بار ضروري يكون معاها انترنال مالجن. ولو انت ام دي همسكك في واحده واحده لسارترالي سندروم، ادي ساين اكانثوزيس دي ايرابتيف، acquired ichthyosis and hypertrichosa laryngosa. شفتوا بقى acquisita acquired form بتاع الhypertrichosa. أربع حاجات من دول، أدي أربعة. What is this sign؟ sign of ديت سؤال، sudden appearance of pruritic seborrheic keratosis as a result of internal malignancies. ايه هما؟ abdominal adenocarcinoma leukemia or lymphoma. This is the paraneoplastic syndrome. انا عايزك تعرف حاجة واحدة، مش دول اربع سطور؟ انت عارفين دول في الاصل قد ايه في الكتب؟ ده كتاب ما حدش هيصدق. paraneoplastic ده الاراptive paraneoplastic كتاب كان قد كده، فانا ما تنيل على عيني ولخصه لكده، ما تشيلش كلمة مش هتعرف. ديت الساين دي اسمها ايه؟
ديت لسارترا لي ساين دي كيراتو اكانسوما كيراتين فيلد كريتر سيلف ليميتد. وانا سالتكم ايه الحاجات التيومر يطلع تقول للعيان خد ما تقلقش ده تيومر وهيروح لوحده هيفتكرك عبيط وده مهمه الى اقصى درجه تتخيلها. نقول تاني اوعى اوعى تفتكر ان كيراتو اكانسوما كيراتين فيلد رابيدلي جروينج انما سيلف هيلينج. يبقى ايه هما التيومر اللي يخفوا لوحدهم؟ ابيديرمال تيومر ذات هاز ا سترايكنج ريزامبلنس تو بوث كلينيكالي اند هيستولوجيكال سكويمس سيل في سوليتاري كيراتين فيلد كريتر وده دوم شيبت كده وعامله زي الفوهة البركان بتخف لوحدها. بصوا بقى مالتيبل اتنين ده انت لو ام دي ادلعك هقول لك بقى ادلعك فعلا مالتيبل سيلف هيلينج ايبيثيليوما خدوا بالك اتغير الكلمه ايبيثيليوما ده الفيرجسون سميث تايب وايرابتيف كيراتو اكانسوما كريزوبوفيسكي تايب ادي كيراتين فيلد كريتر كيراتين فيلد كريتر. يبقى الكارثه اللي بتحصل لك في الامتحان ده في الهيستوري وكان قالها لنا الدكتور محمد بنهاوي والعيان ده قالت لك دي بقى لها 4 سنين تقوم انت كاتب ايه؟ كاتب ايه؟ قمت قلت كيراتو اكانسوما. الراجل يتشل قدامك وتقول له معلش جيبوني ممتحن تاني ادي كيراتو اكانسوما كيراتين فيلد كريتر اهو كيراتين فيلد كريتر سيلف ليميتد هتقوم خفية على طول 6 شهور 8 شهور. ايه الهيستوباثولوجي؟ بصوا جلاسي ابيرنس. يعني ايه جلاسي ابيرنس؟ ده الجلاسي ابيرنس وده مهمة الى اقصى درجة تتخيلوها. جلاسي ابيرنس هيزي جلاسي عاملة زي الازاز المصنفر. انت عندكم في بيتكم معرفش بقى اللي لو عندكم في بيتكم روح شوفوا اكسره لهم عشان تشوفوا اللي هي هيزي هيزي جلاس ابيرنس هيزي الخلايا زي ما تكون كده ادي بالظبط كده كيراتين فيلد كريتر انما ده رابيد ايفوليوشن ولكن هي سبونتينيوس هيلينج عشان كده الدنيا بتبقى اكسيجن شود بي دان تو ديفرنشيتد من السكويمس سيل كارسينوما وده مهم قوي. ادي الابيديرمال نيفر دي تاني احنا كل ده في البناين سيبوريك كيراتوز كيراتو اكانسوما بيخف لوحده ابيديرمال نيفاس ده مرطومة مش تيومر لوكالايزد وسيستماتايز ابيديرمال نيفاس اهي وادي الابيديرمال نيفاس نيفاس زائد ادجكتيف وهمرطومة. يعني ايه الكلام ده؟ از ريفيرنج تو حاجه مولوده سينس بيرث. اديني بقى انا قلت لكم عندك هنا يجي تقريبا 6 حاجات النيفاس فيريكوزا ده كيراتينو ساين نيفاس سيبيشيس بتطلع من السيبيشيس جلان نيفاس كوميدونيكاس كومبوزد اوف هير فوليكل والنيفاس سيرينجوسيست ادينوما فروم ذا سويت جلان. ماشي ماشي ادي الابيديرمال نيفاس اهي ادي الابيديرمال نيفاس او الفيروكاس ابيديرمال نيفاس دي سيرفيس كيراتينو سايت على السيرفيس بتاعنا ابيديرمال نيفاس اهي كل ده ابيديرمال نيفاس. خلي بالك معايا 1 2 3 4 هنا بقى ادي الاكسيوزز هيستريكس. ايه الاكسيوزز؟ مالتيبل ابيديرمال نيفاس اهي اكسيوزز هيستريكس ابيديرمال نيفاس. كل الناس اللي بيعملوا معايا هنا وانا مبسوط جدا 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 يا رب ما انساش حد دكتور ماجد الشيخ ما شاء الله عليه وربنا الحمد لله شفاه وعافاه كان تعب قال لي كان عنده حاجه في الميدل اير وربنا يكرمهن محمد فوزي الدكتور طبعا الاستاذ الدكتور احمد نوفل يعني استاذ كلينيكال
الناس اللي هم بيعملوا بعد كده وكل الشباب، يعني انا اي شاب بقى من النيو جينيريشن طالع ويتكلم ويدي بايوبسي و و و او يدي كوزماتيك وبتاع ونتعلم منهم حاجه جميله. فيروكاس ادي اي حد هفتكره اقول اسمه، فيروكاس ابيديرمال نيفاس اهو بفوق ادي كده حاسبه. الحالات اللي بتتنشر ساعات بيفور اند افتر جميله الى اقصى درجه والله العظيم. يعني ليه اي حد عنده حاله يحطها علشان نتعلم كلنا من بعض. هل ليه ديفرنشال دايجنوز كان يجي زمان سؤال اوف لينير ليجن، ديفرنشال دايجنوزز اوف لينير ليجن ايه دي بقى؟ ابيديرمال نيفاس لا دي لايكن استرياتس، لايكن استرياتس. بعدين في بقى السيست، السيست اول حاجه تعرفها ادي الابيدرمويد سيست موجوده ودي مالها يا ابو العصر؟ مالها ديت علشان نبقى مش الدنيا مش مبقلظه معانا. ابيدرمويد سيست دي انا خايف من الجاردنر سيندروم. السؤال ايه الفرق ما بين السيست والفيزيكال؟ ادي اهو الوول. الوول ده في السيست ات از ترو ابيديرمس اهو، وده مهم جدا جدا. ادي فيزيكال ونكمل مع بعض. ايه ده بقى؟ اشهر سيست ميليا، اشهر سيست ميليا. يعني ايه اشهر سيست ميليا؟ اهو اهو وادي الميليا. وفيه لقينا حالة ابتدينا نتعلم قالها لنا برضو الدكتور محمد بناوي حاجة اسمها ميليا اون بلاك، لسه منزلينها في الفيسبوك، تبقى جروب اوف ميليا. وادي ضروري تعرف دي ايه، دي اتس سيرينجوما. سيرينجوما ايه الغريب في الصورة دي؟ انها سيرينجوما انامال اخ. يعني انت لو عايز تدخل للاستاذ، وكان زمان رئيس القسم اسمه استاذ طبعا، يعني انت هتتضايق من الكلام ده، تقول لك كلنا بعض، كلنا انت عارف بقى انت طالع فيها شويه، كلنا زي بعض، ده انا بقالي سنتين بدرس والراجل التاني اللي قاعد في الاوضه بقاله 40 سنه. انما خدوا بالكم هيجي هتقول له يا فندم انا معايا حاله سرنجوم، تقول له طب وايه يعني يا ابني اللي تدخلها لي ليه؟ هتقول له لا دي إناميل. أول ما حضرتك هتقول له إناميل، إناميل ودي مهمة جدا جدا جدا، هيدخل هيشوفها لأنها فيري رير. اللي يعرف بقى الحكاية دي ضروري يتعلم كويس خالص 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 خالص. سيرنجوما دايما بنشوفها إن فيميل، واللي اهم من كده وكده ان السيرنجوما نيفر افكت الباك، لكن دايما تحت العين وعلى الشيست. لكن إناميل ده فيري رير، فيري 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 رير. قول لي برضو درماتوزيس فيها نسبة الميل للفيميل، خدوا بالكم 16 لواحد. قول لي درماتوزيز نسبة الميل للفيميل 106 لواحد. لا يا سلام على اللي هيعرف. ادي سيرنجوما انا فيميل، ماشي سيرنجوما اهي ماشي كل ده ماشي يا باشا، وده مهم جدا جدا جدا. خلاص ادي سيرنجوما سيرنجوما ماشي. السيرنجوما عبارة عن سيست، ديت مهمة خالص جدا ان انت تعرفها. It is sitting that tumor بيطلع من الانترا ابيديرمال تايب اوف ذا سويت جلاند، خد بالك. ايه دي بقى؟ دي استياتوسيستوما مالتيبلكس اهي، بتيجي على السكروتا وتيجي على الشيست، ودي مهمة. والفورهيد استياتوسيستوما مالتيبلكس، كل دول استياتوسيستوما مالتيبلكس سيرينجوما. ميليا برايمري وسكند، وفي ميليا اون بلاك وفي الاون بلاك ميليا. يبقى ادي الميليا ودي مهمه جدا، استياتوسيستوما مالتيبلكس جاردنر سيندروم.
فيها intestinal polyposes of the large intestine of the large intestine. خدوا بالكم ودي مهمة جدا جدا جدا. واحد اتنين تلاتة نقول تاني نقول تاني multiple epidermal cyst ودي في الفيس intestinal polyposes في large intestine. ايه بقى اللي حاجة تانية مرض في intestinal polyposes of the small intestine؟ قول اسمه عشان احبك. قول اسمه ادي الجاردنر سيندروم وحتلاقي بعد شوية لهو هنتكلم عليه سودو ابيثيليوميتاس هايبر بليزا. فاكرين سؤال السودوز لما الدكتور البنهاوي قال لنا يجي 200 اسم سودوز؟ ادي السولار كيراتوزيز. كده بقى دخلنا في البريكانس. يبقى احنا خلصنا البناين وداخلين على البريكانسرس. اهم حاجه تقول لي نسبه تحوله. بريكانسرس هنا السولار كيراتوزيز 20% تقلب السكويما سيل. ايه اللي عايزك تحفظه؟ ان سكويما سيل اللي طالعة من السكويما سيل اللي طالعة من السولار كيراتوزيز نيفر ايفر تو بي متاستسايز. فاهمين قصدي؟ وده مهم قوي 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 اهي. عارفة دينا مين ده؟ تعرفيش ده مين؟ ابويا الله يرحمه. والله كان عنده واحده سولار كيراتوز. ادي انسايتو وادي التريتمنت راديو ثيرابي از كونترا انديكيت. عندنا كم نوع لوكوبليكيا؟ وده مهم اهو. كم نوع لوكوبليكيا دي كلينيكالي؟ كلينيكالي في هوموجينيوس فيروكس سبيكلد اند. وده مهم قوي 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 قوي. والناس اللي سموكرز والاورال هيري لوكوبليكيا. في بقى هنا حاجه عايزكم تحفظوها اهي دي. ايه هو؟ 80% من حالات اللوكوبليكيا بناين، 20% 17% انسايتو و 3% انفلتريتنج. خمس انواع كلينيكالي باون ديزيز. خمس انواع كلينيكال باون ديزيز. اون اكسبوزد سكين on unexposed skin lesion بيطلع on top of epidermodysplasia verrusiform وفي بتطلع في البوروكيراتوزيز و without etiology. اخو خدوا بالكم الكيس 10% تقلب السكويبان سيل كارسينوم. ادي الباونز ديزيز. خدوا بالكم تيومر سكويبان سيل كارسينوم لها اكسترنسك وانترنسك وفاكتورز ماشي. وفيها جريدنج فيروكاس كارسينوما ديت وديت مهمه جدا. لوكالي مالجنت يا سلام. لو جريد مالجنسي يعني ما تعملش متاستس جامده. ديت عامله زي البيزل سيل كارسينوما شكلها يخض. ازاي شكلها؟ الجاين كاندويلوما اكيوميناتا هي دي منها. والفروكاس كارسينوما اوف ذا اورال ميكوزا وفروكاس سكين وادي الكريتيش. بصوا بقى اوعى تنسى درماتوزيز اوف ذا جلانس بينس. دي ايه؟ فينت. بنختصرها بكلمه فين. فينت اللي هي باهت يعني. فينت الاف فيكس الدراج ايربشن. الايه اليرجيك درماتوزيز. الاي انفكشن والنيو بلاستيك. يعني ايه انفكشن ودي نيو بلاستيك والتروما والتي تروما. بعد كده بلانايتس. وخدوا بالكم فينت دي اوعوا تنسوها اوعوا تنسوها. ادي الفينت. باجيت ديزيز يونيلاترال جاي لكم بقى حته كلمه هتتبسطوا منها. ات اوكيز كده ات شاربلي ديفايند بات ايريجولار شارب ديفاين بات الريجولار. وادي دي مهمه جدا يونيلاترال. دي يونيلاترال. واحد يقول لي دي كونتاكت درماتايتس اقول له لا ديت نيفر بقى دي يونيلاترال. فعشان كده هي دي الباجيت. دي باجيت ده مالجنسي يعني ضروري كانت تتلحق بدري عن كده.
will define but irregular. Page disease add extra mammary وأدى tumor of epidermal origin. فكرونا بعد كده احنا وقفنا فين. ان شاء الله ان شاء الله بكرة ان شاء الله يا رب بس ما نكونش متلخبط, انما انا بكرة هكمل لكم لغاية ما يخلص خالص 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 كمان ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. اوعى تنسى epidermal tumor, قلنا tumor surface epidermis precancerous, وبعدين جوه ال احنا كل ده لسه في قبل التيومر اللي طالعه من الابيديرمال ابنديجيز. هنتكلم البري كانسرس وهنتكلم لغايه ما نوصل للماليجنسي, انما احنا كده خلصنا السيرفيس ابيديرم. احنا فين دلوقتي؟ تيومر اوف ذا ابيديرمال ابنديجيز اللي هي الترايكو ابيثيليوما, اهمهم ترايكو ابيثيليوما اهي, ادي ديت ادي ترايكو ابيثيليوما, ترايكو ابيثيليوما نيفاس سيبيشيس اوف جادسن, وادي نيفاس سيبيشيس اورجانويد نيفاس, ادي دي ترايكو ابيثيليوما, وبعدين السيرينجوما تاني اهي, دي كلها تيومر طلع من الابيديرمال ابنديجيز. يبقى عندنا تيومر اوف ذا سيرفيس ابيديرمس 1 2 3, عندنا تيومر من الابيديرمال ابنديجيز هنقول, وبعدين غير المالجنسي غير البري كانسرس والمالجنسي. اسهل من كده مفيش يا باشا. نشوفكم بقى بكره وعليكم خير يا رب. يلا روحوا العبوا, تلاقيكم تقعدوا تلعبوا صح وانا بتكلم صح. يلا شكرا شكرا شكرا, اشكر كل واحد ساعد على كده, واشكر الدكتورة مي, اشكر الدكتور محمد بنهاوي, واشكر كل الناس اللي بتعمل محاولات حتى في النيو جينيريشن اللي وعن عندنا شرم ديرما اكت كمان. اهلا وسهلا بيكم كلكم. اللي عايز, انا اتبسطت من ايمان اللي بتقول محاضرات وبتحاول, كل اللي هم بيعملوا حالات وبيفور اند افتر انا والله اتبسطت. والنهاردة كان في حالة للدكتورة نرمين كانت حالة كويسة خالص. كل انا يعني مش عايز انسى حد, انما كلكم ضروري نشجعكم جامد جامد جامد, وربنا يسهل لكم. انا ان شاء الله بكرة ربنا يسهل واشوفكم تاني. شكرا سلام.